حاله فرنجاي بويز. التلات اخوات دول عاملين شغل جامد جدا صديق الانسان في نبويشو خلال فترة حكمهم اللي عدت 4 سنين اهو دلوقتي، يعني هنلاقيهم خلفوا اكتر من 12 شبل انثى في قطيع اناس الكسيسيو، وبنت واحدة في قطيع اناس انسكييرا كوربرايد، ومن سنة بالظبط كانوا يقدروا يستولوا على 2 كمان من قطعان الاناس. الاول هو قطيع اناس انسكييرا بريكاوي برايد واللي بيتكون من 4 لبؤات بالغين، اما القطيع التاني بقى فيبقى سامبو انكير كوربرايد واللي بيتكون من 5 لبؤات بالغين هما كمان. وقطعان الاناث دول عندهم فرصة كبيرة جدا انهم يبقوا ميجا برايد جديدة في منطقة نبويشو، والمقصود بكلمة ميجا برايد هنا ان عدد لبؤات القطيع الواحد يعدي 15 لبؤة، وانا شايف ان ده سهل جدا يحصل وانهم يبقوا ميجا برايد ضخم لانهم لبؤات قوية جدا وعملوا المستحيل في المصاي مارا. اللبؤات دول حاربوا بالانياب والمخالب علشان يحموا اشبالهم بعد ما ذكورهم القديمة اتقتلت. يعني لبؤات انسكييرا بريكاويل الاربعة اضطروا يسيبوا ارضهم ويهربوا علشان يحموا اشبالهم، لكن للأسف كل الاشبال دول ماتوا ما عدا لبؤة واحدة بس هي اللي قدرت تنجو وكبرت كمان. وتقريبا برضو نفس الكلام حصل مع قطيع اناث سامبو انكاركور، لان ده كان فيه بقى لبؤة واحدة بس وكان عمرها 3 سنين لما اتقتل الذكر بتاعها، واشبالها التلاتة اللي كانوا معاها في الوقت ده كانت اعمارهم 2 شهر تقريبا، ومنطقتها بقى تم غزوها من الذكور المنافسين 7 مرات على الاقل، لكن بسبب قوة ارادة اللبؤة دي قدرت تهرب باشبالها من قلب الموت. ومش بس كده صديق الانسان، لا دي كمان ربيتهم لحد ما التلاتة وصلوا لمرحلة النضج وبيتزوجوا حاليا مع تحالف رونجاي بويز. واهم ميزه بقى القطعان الاناث دي هي ان اللي بيحكمهم دلوقتي اقوى تحالف في نبويشو تقريبا مع الكسيسيو بويز، وده بقى بيضمن لهم استقرار مهم هم محتاجينه دلوقتي، وكمان بيضمن لهم الامان ليهم والاشبالهم بصوره كبيره. اما بقى بالنسبه لرونجاي بويز فهم كمان مستفادين جدا لان لبؤات القطعان دي اصحاب خبره كبيره وواسعه، وهيقدروا يوفروا لهم اكل كتير من الصيد، وكمان يقدروا يقودوا اشبالهم ويربوهم وينقلوا لهم كل مهاراتهم في الصيد والبقاء. Oh, my God.